احتجاج المخالفين الذين يتم نقلهم، يعني نقل حاجين معناته العقوبة تتضاعف، عقوبة الحبس والغرامة المالية. ينقل ثلاثة أيضا في الحالة هذه ستكون مضاعفة 3 مرات. وأعتقد المديرية العامة للجوازات أعلنت عبر وكالة الأنباء السعودية عن الناقلين الذين تم تطبيق هذه العقوبات بحقهم، وأيضا العميد سامي نوه الحقيقة عن أعداد أخرى يعني خاضعين حاليا لتنفيذ العقوبات، لأنه إذا لم يجد الحاج غير النظامي من ينقله إلى مكة المكرمة فلن تجد حاج غير نظامي، ولذلك نعالج المشكلة، نعالج السبب، ولا يعني نركز كثيرا على النتيجة. وطبعا الحجاج غير النظاميين يتم إعادتهم من حيث أتوا، يعني ولا يمكنون من الدخول إلى مكة المكرمة. فيما يتعلق بسؤالكم فيما لماذا لا تكون النصف المية تختفي، يقولون من سار على الدرب وصل. يعني إذا علمت أن الحجيج الذين قدموا إلى مكة المكرمة سواء من المدينة المنورة أو سواء من مطار الملك عبد العزيز في جدة أو من ميناء الملك عبد العزيز الإسلامي في جدة، أقلتهم حوالي 70,000 رحلة حق الباصات، جميعها الحمد لله تكاد تكون زيرو في الخطوط السريعة، وهذا الحقيقة يعني إنجاز رائع في هذا العام الحمد لله تحقق، لأنه خفضت السنوات التشغيلية، كانت 15-13، الآن يعني صارت، أو معظم الحافلات الآن جديدة. لكن طبعا احنا نتكلم على الاعطال، هو المعطال الاكثر ويكون في قطع السيور نتيجه التسخين. الحافلات عندما تاتي الى مجمعات سكن الحجاج عبال ما ينزل عدد كبير من الحجاج وتتاكد من هوياتهم وترتيب دخولهم، عمليات طويله، وتكون التكييف مستمر شغال، احيانا يكون الانقطاع بس في التكييف، سير التكييف نفسه، فنعتبر نوع من الاعطال. لكن هو الاستجابه السريعه انه وجود حافلات بديله يعني بتعالج القضية قبل أن تكون يعني تقع إلى موضع مضايقة الحجاج الكرام. لكن إن شاء الله يعني هذه كما أسلفت، يعني من سرع الدرب وصل، تجديد المعايير نفسها من وقت آخر، دخول حافلات جديدة، إشاعة يعني المزيد من التنظيم استخدام التقنية لنزول الحجاج المعيدة المحددة، كل هذه عوامل مشتركة تساعد على رفع كفاءة النقل. فيما يتعلق بتجربة الخيام المتعددة الأدوار، طبعا هي تجربة في هذا العام، طبعا كما أسلفت قبل قليل أن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ستتولى إن شاء الله عبر يعني الدراسات التي تقوم بها تقييم مثل هذه التجارب، وسنسمع منها إن شاء الله ما يسر بالمزيد مما يحقق طموحات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين في أن تكون إن شاء الله نقلة حقيقية ومستمرة للخدمات التي تؤدى لضيوف الرحمن. حقيقة وزارة الصحة ترتفع وتصاعد من ما تقدمه في خدماتها الوقائية، وجزء كبير منها بعد أن يعقب عملية الكشف الأول في مراكز المراقبة عند المنافذ، هي التركيز العالي جدا وكثافة الجهود في عملية التوعية الصحية، لأنها هي أساسا الوقاية، والوقاية معلوم جدا بأنها خير من العلاج. فلذلك تستثمر وزارة الصحة وتكثف جهودها في هذا الاتجاه. لعلي أعيد وأذكر بجزء منه ذكرته في اللقاء الأول بكم، وهو ما يتعلق بالتواصل بعدة لغات مع الحجاج، سواء بوسائل بصرية أو مرئية أو مقروءة أو طرق أخرى مسموعة، وهذا ليس فقط إذا وصلوا إلى المشاعر، وإنما حتى في الطائرات تم التعاون مع هيئة الطيران بأن يكون هنالك على الشاشات الموجودة في الطائرة وبعض الرسائل التي تكون متوفرة عند القدوم، وكذلك في المشاعر المقدسة نفسها في تنقلهم لوحات متوفرة بعدة لغات داخل المنشآت الصحية وفي محيطها وفي مواقع أيضا إقامتهم، وعلى عدة مسارات موجود لوحات